أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذلك بمعهد السلام في العاصمة واشنطن. نشر المحبة والسلام هو العنوان الذي أكدت عليه سفارة البحرين في الولايات المتحدة احتفالا باليوم الوطني للمملكة، ولهذا السبب كان المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن مقرا لاستضافة الحدث. يشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي سمو رئيس الوزراء، وإلى سيدي سمو ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة السنوية التي نحتفي بها في كل أنحاء العالم. اختارت سفارة مملكة البحرين في واشنطن الاحتفاء بهذه المناسبة السنوية الهامة في معهد السلام، وذلك من أجل إيصال رسالة مهمة التي تبناها سيدي حضرة صاحب الجلالة، والتي أرسى دعائمها في البحرين وفي المنطقة أجمع. فمن واجبنا أن نوصل هذه الرسالة إلى المجتمع الأمريكي، وأن نوصل هذه المبادرات الناجحة من أجل تلقيها بإيجابية. وحرص الحضور على إبراز حجم التطور السريع الذي تشهده المملكة، مشددين على أن البحرين رائدة في مجال التعايش والنشر السلامي في المنطقة. هني شعب البحرين بالعيد الوطني وأثمن مجهوداتهم لتطوير البلاد على مر السنين، عنده الكثير ليفخروا به، فهي مملكة مستقرة ومسالمة وبلد جميل. البحرين مثال يحتذى به للحليف القوي للولايات المتحدة، ونموذج لما يمكن أن تقدمه الدول في كيفية التعايش مع مختلف الأقليات وتقبل معتقدات الآخرين. كما شدد الحضور على الدور الفاعل الذي تلعبه البحرين مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. تجمعنا شراكة قوية للغاية مع المنامة، ونعمل سويا لمواجهة التهديدات الإرهابية حول العالم لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة أو الإرهاب الذي تدعمه إيران. نحن ممتنون لهذه العلاقة وسنستمر في تطويرها بالمستقبل. التاريخ بين بلدينا معروف للغاية، ونقيم كل ما تفعله البحرين لتشجيع الأهداف المشتركة مع الولايات المتحدة وتعزيز الأمن في المنطقة والتوسع في الفرص الاستثمارية بين البلدين. وأجمع الحاضرون على أن تأثير السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يخص المنطقة العربية فقط، بل يمتد لأرجاء العالم، مؤكدين على أهمية تكاتف مختلف الدول لمواجهة الإرهاب والتطرف. رسالة سلام تبعث بها مملكة البحرين من معهد السلام الأمريكي في واشنطن، تؤكد من خلالها في يوم العيد الوطني أن نشر السلام والمحبة أساس لمكانة البحرين الرائدة في المنطقة. والحضور الأمريكي في حدث اليوم يعكس حجم علاقة الصداقة بين البلدين. تلفزيون البحرين، إسلام برجة، واشنطن.